المذيع لعبها صح بصراحة. المذيع عمل ايه؟ المذيع جاب فيديو قصه من الستوري عندي، الستوري 3 دقايق، هو قص منها 10 ثواني وحللها على مزاجه. الفيديو ده لجريدة الوطن، وبرضو عايزة اقول في نهاية الفيديو، انا عمري في حياتي ما صدر مني على اي ابلكيشن من ابلكيشنات التواصل الاجتماعي كلمة بشعة ولا محتوى مسيء، ولا عمري في حياتي فكرت ان استغل البنات في حاجة وحشة.